وهذا حفظك الله يسأل فيقول: ابنتي تدرس في خارج هذا البلد، وأسافر معها كمحرم ثم أعود وأتركها لوحدها في ذلك البلد، فهل يعتبر تركها هناك محرما، وهل لا بد من المحرم والجلوس معها؟ لا، إذا كانت بين المسلمين وبين الجيران ومحل آمن فلا تحتاج إلى محرم. المحرم للسفر، المحرم للسفر ما هو للإقامة في البلد. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول: وعند إرادتها للعودة إلى البلد فهل يلزمني الذهاب للإتيان بها؟ بلا شك، أنت ولا غيرك من محارمها لازم. نعم.